الو، شكرا شكرا سعيد. الو، طبعا على فكره احنا يمكن ما عاملين برافو انا والاستاذ، بس هو تبعني. لا لا، انت معك استاذ كبير. اه طبعا، اكيد 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 طبعا. القطعه الثانيه هي من قالب الكابريز، هذا القالب اللي أفيد إلينا من خلال الراحل الشريف محي الدين حيدر، مؤسس المدرسة العراقية على آلة العود، هو طبعا بالحقيقة تركي الأصل. هذا القالب الكابرس من القطع والقوالب الآلية الصعبة جدا أداء على آلة العود. راح أسمعكم كابرس من تأليفي، أرجو أن ينال حسن استماعكم. شكرا. تعطي شوي إيكو؟ شوي إيكو؟ يكون جايبه من الصيانه للاسف. للاسف اسف. لا، خلع من مكانه. اه، صناعه مصريه. اعتب علي. اسف، اعتذر. نعيدها. القطعة الثانية
يعني أنا أرجو المعذرة الخلل بالعود. هي من مؤلفاتي، أسميتها عشق.